غضب جماهير مان سيتي بسبب جلوس رياض محرز احتياطي في مباراة مانشستر يونايتد وخروج دي بروين برا التشكيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود حجازي. طبعا زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ اي فيديو ما تنسوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكالعادة يا سادة الأقرع بيتفلسف بزيادة وما عاد لمحرز دكة ومخرج لدي بروين برا التشكيلة. يا حلاوة حلاوة. والنبي بس يا جماعة ما يجريش حد في التعليقات يقول لي ده بيريح محرز وبيريح دي بروين وبيريح ولكر ومندي والكلام الفاضي ده. بيريح ايه؟ هو بيلعبوا له مباراتين ويريحوا له ثلاثة ويقول لي بيريح؟ وزي ما ابو تريكه كان بيقول قبل كده لازم محرز يلعب باستمرار. ما هو انت ما تجيش تلعبه له مباراتين بيستعيد فيهم فورمته وخلاص هيهدف والدنيا تمشي معاه، تقوم رايح مقعده وسدد نفسه. الهي ينسد نفسك يقرع. وتعالوا بينا نشوف الجماهير قالت ايه على السوشيال ميديا. وده اول مشجع معانا بيقول بحق الجحيم اين محرز، وده تاني مشجع معانا بيقول مفيش محرز مفيش ماتش، وده حد تاني في معنى كلامه بيقول لازم محرز يغادر مان سيتي علشان النادي ده ما بيقدرش محرز او ما بيظهرش له اي احترام، كان تاني افضل لاعب هذا العام بعد دي بروين ومع ذلك الاقرع ما عادوا دك. الاقرع دي من عندنا. واخيرا بقى معانا مشجع عربي بيقول اه يا يونايتد هذه فرصتك لهزيمه السيتي لان محرز بديل فهو مثل ميسي في برشلونه. كل التوفيق لمحرز وكل التوفيق لكل نجومنا المحترفين في الخارج، وإلهي يسد نفسك يا جوارديولا الأقرع. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أشوفكم في فيديو جديد، سلام.